أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. اليوم في هذا الفيديو راح نعرض لكم شقة في منطقة مركزية جدا، في منطقة باتشاتشيك، المنطقة اللي هي تعتبر فوق ميدان طرابزون. طبعا الشقة داخل مجمع سكني، راح نشوفها وياكم الآن بالتفصيل. هذه المواقف الخارجية للعمارة اللي راح نشوفها. طبعا هذا شكل العمارة من الخارج. أول ما نوصل هنا عندنا المدخل، طبعا فتح الباب عن طريق الكروت لأنه هنا عندنا نظام الأمان، وأيضا عندنا كاميرات المراقبة. طبعا أول ما ندخل لأن المنطقة هذه اللي توصلنا المدخل العمارة، على يسارنا مباشرة عندنا جلسات عائلية بالإضافة إلى ألعاب الأطفال والمناطق الخضراء التابعة للمجمع. طبعا نبعد عن ميدان طرابزون ما يقارب 3 إلى 5 دقائق فقط. هذا مدخل العمارة. عندنا شقة في الطابق السابع اللي هو آخر دور، راح نعرضها لكم بالتفصيل، خلوكم ويانا. طبعا كل دور فيها 4 شقق بالإضافة إلى مصعدين تخدم العمارة، أيضا واصل لها الغاز الطبيعي. طبعا وصلنا الآن للطابق السابع، مثل ما انتم شايفين كل دور فيها 4 شقق والعمارة فيها مصعدين. راح نصور لكم الشقة الآن من الداخل بالتفصيل. طبعا احنا هنا واصل لها الغاز الطبيعي، التدفئة على الغاز الطبيعي. رقم الشقة 39 مثل ما انتم شايفين. المساحة 155 متر مربع، عبارة عن 3 غرف صالة. أول ما ندخل عندنا هنا المساحة الكبيرة هذه، الأرضيات فيها سيراميك زي ما انتم شايفين. طبعا راح نتوجه على اليمين عندنا المطبخ، الشقة عبارة عن 3 غرف صالة. هذا المطبخ 135 متر مربع، ما شاء الله الشقة نظيفة صراحة. طبعا عمر البناية ما يقارب 5 سنين، تم إنشائها في 2015، حاليا احنا في 2020، فعمر الشقة 5 سنين. طبعا هذا جهاز الكومبي اللي هو جهاز الغاز الطبيعي. الموقع مثل ما ذكرت لكم جدا مميز، يعتبر في وسط مدينة طرابزون. الجهة الأمامية المقابلة لنا اللي احنا شايفينها منطقة بوزديفا، احنا حاليا في منطقة باتشاتشيك. طبعا هذه سلسلة مدارس موجودة أمام المجمع بالضبط مثل ما انتم شايفين. طبعا عندنا مواقف التحتية مثل ما صورناها لكم، أيضا عندنا هنا الشارع اللي فوق اللي احنا شايفينه، صيدليات، وأيضا عندنا اللي هو الماركت والمطاعم والكافيهات، جميع الخدمات موجودة. طبعا هذه طلعت البلكونة الخلفية على الجبال والطبيعة. من هنا نوصل للصالة، الأرضيات فيها باركيه، المساحة جيدة جدا. الواجهة الأمامية أيضا لها إطلالة على الجبال الأمامية. طبعا التدفئة على الغاز الطبيعي مثل ما ذكرنا لكم. هنا عندنا الممر، هنا على يسارنا عندنا دورة المياه الأولى، طبعا النظام العرمي أكرمكم الله، وهذه دورة المياه الثانية. طبعا رئيسية فيها البانيو، المروش، الكلوزيت، المغسلة، كبيرة ما شاء الله. طبعا نبدأ بالغرف، هنا عندنا الغرفة الأولى، مساحة أيضا جيدة. الموقع صراحة مميز جدا، راح أوريكم إطلالة الغرف. جميع الغرف مطلات على البحر مثل ما انتم شايفين، إطلالة كاملة على البحر. طبعا نبعد عن الميدان ما يقارب 3 دقائق فقط. وعندنا هذه الحديقة اللي تابعة للدولة، حديقة كبيرة جدا فيها ألعاب أطفال، جلسات عائلية، أيضا مطاعم، كافيهات ممتدة إلى الميدان. يعني ممكن تنزل الحديقة هذه تمشوا فيها، نهاية الحديقة يوصلكم لميدان طرابزون أو مركز المدينة. طبعا هذه الغرفة الأولى، راح نشوف الآن الغرفة الثانية. هذه الغرفة الثانية أيضا بنفس الإطلالة، شوفوها وياي. طبعا هنا تعتبر جانبية الإطلالة نوعا ما. هذا الممر، المساحة 155 متر مربع، 3 غرف صالة، دورتين مياه. هذه غرفة النوم رقم 3، أيضا لها إطلالة خلفية وأيضا إطلالة جانبية على البحر.
طبعا مشروع متكامل، ألعاب أطفال، جلسات عائلية، خدمات متوفرة فيها، وفي منطقة مركزية قريبة جدا من الميدان، وأيضا قريبة للمستشفيات والخدمات اللي تحتاجونها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم.